السلام عليكم، صباحكم مبروك الإخوان، كل شيء مزيانين هنين، رمضان مبارك، عيد مبارك سعيد. مهم إن شاء الله هاد لاباري، هاد جي تي اي 2500 غاريت، راه أحسن لاباري، راه سوفيستيكي. هاد لاباري عندي أنا راه من 2000، أنا اللي عارفها، لو كان ما كنتش عارفها كاع ما ندوي عليها. انا اللي عارف هاد لاباري اش كتسوى، شنو هي القيمه ديالها. هاد لاباري كتسمى ديتيكتور تالك، هادي كدوي، يعني كتسكني ليك البلاصه بالهضره. ملي كدوز في شي ميدان وشي في بلاصه، كدوي داك المعد اللي كاين تما، كتعطيه لك بالهضره. يعني كل المعدن والسميه ديالو، كل معدن كتعطيك سميتو. هاد لاباراي راه خرجات في عام 2000. المهم انا شريتها في 2000، ديك الساعة لا خرجات، وديك الساعة لا خرجات مور 6 3 6 3، تا هي 6 3 قريت كدوي، تا هي تقطعات 6 3 خرجات هادي. والله العظيم هاد لاباراي دابا بلا ما تسالوني حلو، في لا تسنيتها 3 شهور، كومانديتا في واحد البلا في طولوز، في واحد الماكازات ما في طولوز في فرنسا، وقالوا لي تسنى، بغيتي لاباري تسنى، والله الا 3 شهور عاد جات، تسنيت 3 شهور. ديك الساعه لا خرجت، ما كايناش لا كوموند قليله، لا كتخرج كتضيع في العالم وشراو. وهاد لاباري هادي كيستعملوها الصبليون بزاف، الصبليون عزيز عليه، ما تجي هذا 2500، كيخدموها بزاف في الصبليون. المهم هاد اللي قلنا، هاد لاباري هادي كدوي بالحروف بالنسبه للعين الصقر، هذاك عين الصقر ملي كتركبو لها كيهضر بالحروف. الا مشيتي مثلا لشي ميدان شي بلاصه كديتيكتي فيها، كيبقى يعطيك داك المعادن اللي كاين تما على حساب المعادن اللي لقيتي نتا، لان كاين ا بي سي دي او. هذاك دابا ا اي، هو الانجلي ما كيقولوش ا اي اي، ديما بحال اي بحال مسرحه ماشي واقفه، اي بي سين دين اي. دابا داك اي كيعني واحد، هو هذاك لاتيت غراند بروفوندور، ديما هو لي غروس ماس، باش تعرف انه هو هاد لاتيت غراند بروفوند، هاد العين الصقر هو راه ديما لي غروس ماس، راه كيتسمى الشاسي ديال لي غرو تريزور، ما كيشدش هو داك المسامر ولا داك التبرزيت اللي كيكون في الارض ولا داك القش شي حاجه دراه العملات ولا داكشي، لا هو كيشد لي غروس ماس، لي غرو تريزور. الى دولك دابا مثلا بالحرف الالف مثلا، كيعني لك بانه كاين واحد غروس ماس تما ديال دي زوبجي صغار، غير هما كتار كتير، داكشي كتير، يقدر يكون دي زوبجي صغار ديال الحديد، يقدر يكونوا ديال الذهب، يقدر يكون الذهب الخام، يقدر، ولكن حجم كتير، يعني تريزور كيتسمى تريزور. هو ما كيشدش الواجهه، داكشي اللي في الواجهه راه ما كيشدهاش، داك البرزيت ما كيشدهاش. هذا بالنسبه للالف. بالنسبه للبي، بي هذاك بي كيتسمى بي كوينز، بي كوينز يعني هذاك هو الكوينز، هو العمله، هو ديموني، لا العمله الفلوس ديموني، هذاك هو اللي كيتسمى بي، زيواو كوينز. اما الحديد زيواو، الا ملي كتسمع كتقول زيواو صافي، غير غتحفر جبد الحديد سور بلاص بلا ما تصدع راسك، ملي كتسمع كتقول زيواو الحديد. بالنسبه للسين، سين جويرل، هذاك السين كيعني جويرل بالمجوهرات الحيلي، يعني هذوك الحيلي راه فيهم المجوهرات، فيهم الحيلي من الاواني، فيهم بزاف، لان كيتسمى كله جويرل هذاك السين. بحال دابا هنا هاد الصوره هادي كنشوفوا هذاك الكرو فين نقط، وهو شد هنا في 8، ولكن اش قالت لك دابا تما هذيك كتسمى
6 7 8 9 هذيك دابا كتسمى سعود دين، بمعنى هذيك تسعود دين شنو هي؟ كتقول لك واحد العمله، تما عمله ولكن راه كثيره فيها حجم كثير، ولكن دين رولكس اتاريا قديمه دين. بحال دابا الا قالت لك 7 دين او لا 6 دين 1 دين 3 دين 4 دين، هذوك كله هذيك الدين كله كيتسمى عمله اتاريا قديمه، يعني شي حاجه قديمه تحت الارض. الا قالت لك مثلا زيوا الدين غتلقى حديد قديم حديد اثري، ماشي هذا حديد جديد. ممكن تقول لك زيوا السين هذا كيتسمى جديد، من هذا الحديد جديد، ولكن الا قالت لك زيوا الدين راه كتلقى الحديد قديم ولكن اثري، داك الحديد القديم شي حاجه اثريه قديمه عندها تقريبا عندها 100 عام والفوق ولا 150 عام. هذاك هو اللي كيعني داك الدين، يعني ديما كيتسمى من الاثارات، الاثارات القديمه. بالنسبه لدابا بالنسبه الى قالت لك الى قالت لك 6 اب هو كتعطيك واحد العمله وهي ذهبيه. اب لان داك اب ديما هو الكوان كوينز 6 اب. الا قالت لك مثلا 7 اب كيتسمى عمله نحاسيه، ولا قالت لك 7 دين كتقول لك واحد النحاس ولكن هو ماشي عمله، شي صنع اخر، شي حاجه اخرى ولكن اثريه قديمه، شي حاجه من الاثارات قديمه.